انتوا عارفين ان انا عشان نعمل مشروع الدلتا الجديدة ووسط سيناء احنا بنتكلم على تجميع مية صرف زراعي كانت قبل كده بتلقى مثلا في وسط في المشروع بتاع شمال سيناء ده او وسط سيناء كانت بتلقى في بحيرة المنزلة. لا ومحطة المحسمة كانت بتلقى المية في بحيرة التمساح. اتعملت صحرات وصلت المية شرق القناة في سيناء، اتعملت محطة بحر البقر والمحسمة بطاقة تقريبا حوالي 6.5 مليون متر في اليوم عشان المية دي ناخدها بعد كده بمحطات رفع وبخطوط مية تانية إلى الأراضي التي يمكن زراعتها. اللي أنا عايز أقول لكم ده وبسمعه لكل اللي بيسمعني، اوعى تفتكروا ان ده تكلفه اقتصاديه. تكلفه ايه؟ اقتصاديه. اقتصاديه. طيب احنا بنقول كده ليه؟ لان مثلا حد يقول طب يعني كان ممكن المطورين والمستثمرين يخشوا يعملوا ده، احنا نرحب. نرحب بايه بقى؟ احنا عملنا، مش كده؟ تعالوا بقى. انا المشوار الكبير اللي كان هيكلفك مليارات الجنيهات يا دكتور مصطفى، وده عبء ما اقدرش اطالبك بيه وما اقدرش كمان اراهن معاك بيه، ان اقول لك خد وبعدين ما يتعملش. احنا عملنا كدوله وبقت الارض الزراعيه موجوده. لو النهارده مزارعين عايزين يخشوا يتعاقدوا على دول احنا ما عندناش مشكله. احنا بنتكلم على زراعه حديثه ونظم ري حديثه. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني احنا انت قلت كلمه مهمه قوي لما قلت على موضوع الاستخدام الاقتصادي للسماد، ومش بس الاقتصاد، البيئي. صح. انا النهارده لما هستخدم السماد بالكميات وبالاصناف المناسبه للطلب بتاع الزرع ده هيوفر اقتصاديا وهيوفر بيئيا، مش كده؟ صح. طيب ده مشروع وسط سيناء اللي احنا بنتكلم عليه. نيجي لمشروع الدلتا الجديده، نفس الكلام، بنجمع ميه صرف زراعي ويتم معالجتها معالجة ثلاثية. وعشان أجمع الكلام دوت وأنا بقول الموضوع ده محتاج ينفق على تغطيته إعلاميا كويس. ليه بقى؟ أنا عايز أقول لكم على المشروع بتاع الدلتا الجديدة ده. أنتوا لو شفتوا محطات الرفع اللي بتتعمل، إحنا بنتكلم في 30 محطة، واحد في الشمال 15 و15 في الجنوب يا دكتور مصطفى. وحد يصلح لي لو انا بقول رقم مش دقيق يعني، لكن كل محطه منهم عمل هندسي محترم بهدراته بالطرمبات اللي هتتحط فيه بالشغل اللي عشان اجمع مصرف عكس اتجاه الانحدار الطبيعي والم الميه دي كلها اللي كانت بتلقى في الحاله ديت في المكس، مش كده؟ واروح واخدها عامل لها معالجه. هي بالمناسبه هي كانت اتعالجت قبل كده وتم تدويرها قبل كده حتى، لكن احنا قلنا هندورها تاني ونعالجها معالجه ثلاثيه متطوره تاني عشان نعمل ده. كل عمل هندسي واحد في محطه من محطات الرفع ديت بتشيل عشان تنقل ميه 7.5 مليون متر في اليوم، دي محطات عملاقة كبيرة جدا. بتعمل جنب منها بنية أساسية ضخمة جدا للطاقة اللي هتشغلها كهرباء. يعني لما تيجي تتكلم مع وزارة الكهرباء في البرنامج بتاع تغطية المحطات ديت قد إيه بيتكلف، هتلاقي رقم كبير قوي. برضو بقول تاني، إحنا بنتكلم هنا مش ب 10 مليار و20 و50 و70 ولا ب 100 ولا ب 150. وعشان كده بقول إن إحنا محتاجين إعلاميا تغطية إعلامية حقيقية لعمل، وأنا مش بقوله يعني فضلا ولا منة من الدولة على الناس، ده شغلنا يا دكتور مصطفى، لكن من حق الناس إنها تشوفه وتتعايش معه. تشوفه ليه؟ لأن اللي بيتعمل يعني فضل كبير من ربنا قبل كل شيء، لكن والله والله أرقام مالية هائلة، ثم جهد عمل بيتبذل يفرح الناس ويطمنها على ان احنا متحركين عشان اوصل لل 2.2 او حتى 2 مليون فدان.
يعني فده انا بتكلم هنا في حاجه تانية خالص غير الكلام مع معالي وزير الزراعه على الرقم نفسه. انا بتكلم احنا عايزين نوري الكلام ده للناس كلها في مصر عشان تعرف ان في جهد كبير جدا وتكلفه كبيره جدا الدوله بتعملها عشان تحاول تقلل من فجوه الغذاء. فجوه الايه؟ الغذاء. لكن يظل النمو السكاني اللي انتوا اتكلمتوا عليه تحدي كبير. إذن هنا بنتكلم في 2 مليون فدان تقريبا، وهنا حوالي نص مليون فدان، يعني حوالي 2.5 مليون فدان. احنا بنتكلم على ان ده استخدام اعاده معالجه مياه صرف زراعي، معالجه ثلاثيه بتكلفنا كتير عشان نحط بيها الارض ديت. ارجو ان احنا النقطه دي نغطيها في التغطيه. يعني انا لقيت ان في ناس متطوعه، مش احنا، متطوعه عامله منزله على اليوتيوب مراحل من ديت. طبعا هم يعني ما اعرفش مين اللي عمل كده، لكن مشكورا يعني. طب اللي احنا بنعمل ايه؟ انا بتكلم لينا وللاعلام كله.